اش كرا كرن بشكا شاشي بشتي هنجي من ديد برخي ايك شهر حفت مهران فكر ومن بيهيست ايك شهر شار افراندين زنديب دنجي كي وكو قرقرا عوران دو قوت ورا من بري خداي افا هسبا كي سبي الويري سياري وي كيفانا كفيبو تانجك بوي هاتدان اوكو قهرمانا كي دركب دا سر كفتني بينيت دمي برخي مهرا دوية فكري من بيهيست افراندين زنديب دوية قوت ورا اینو هست پا که دی در کفت یه سور بو. ده سالات بو سیاروی ها تا دان دا کو آشتیش جیهانه را کرد. دا مروف اکو دوب کجن. شیره که مزن جی بوی ها تا دان. دمه برخی مهراسیه وکری من بیست افراندی زندیه سیه گوتوره. اینا من برای خدای او هست پا که را شیلویره. تراز یک دست سیاروی دا بو. من تشتا که وکو دنگیش نووند هرچار افراندی زندی بیست گوت، کودک گنی بیب دینارکی و سه کودن جهیب دینارکی لیزیان نگهین نزیت و شرابه دم برخی مهراچاره وکری من دنگ افراندی زندی چاره بهیست گود وره من بر خدای او هسپک رنگ پیتی الویره ناو سیاروی مرم بو اوار مریام دیفی و بو دسالا سرچاره که جهان بوان هاتدان کوب شیری و برسه و دردی و درنده این عردی کشتنه بکن دم برخی مهرا پنجه وکری مدبن قربانگه و گیانین وان دیتن این شپیخمت پی و خوده و شپیخمت شهدای وان دای هادبونه و کشتن. اوام دنگه که بلند گازی کرو گوت هی خودان بالاده است یه پیروز و راست تا کنگی تو آکنجی ان جیهان دات ناکی و تو لاخین و مشوان و ناکی. هنگه بو هر اکشوان که راسه که سپی هاتا دان و بوان هاتا گوتن که دمه که کرد بهنا خوبدن. تا کو جمارای هفبن ینوان و خیشکو برای نوان اوین دی وکوان هین کشتن تمام ببید. پشتی هنگ مدید دم برخی مهراششه وکری بی ولرز کامازن ریدا و روش وکو خرار رجبو و حیف همی وکو خینه لیهاد. استیرن عصمانی کفن عردی کاچه و دار هجیر دم بایا که پستید بر همی خوی نگهشتید ورینید. عصمان وکو پرتوک کاتیت پیچاندن دیار نما همی چیا و گزیرت از جه خوچون. هنگی پاشاین عردی و مزن نوی و فرمانده نوی و دولمند نوی و هزدار نوی و همی بنی و آزادان خودشکفتان و اوتناف کورین چیایان داوه شارد. اوتگوت چیاو کوران بسرمداب کون اومش روی وی یل سرتختی رینشتی وش تورابونا برخی و شیرن. چون که روژا مزن یا تورابونا وانهاتو کیت شید خورا بگیرید. الاصحاح السادس والثلاثون ابتداء من العدد الثاني. فدعا موسى بصلئيل وأهولئاب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. فأخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه، وهم جاءوا إليه أيضا بشيء تبرعا كل صباح. فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس، كل واحد من عمله الذي هم يصنعونه، وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلب، والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر. فصنعوا كل حكيم قلب من صانعي العمل المسكن 10 شقق من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم، صنعة حائك حاذق صنعها، طول الشقة الواحدة 28 ذراعاً وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض. وصنع عرا من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، كذلك صنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني 50 عروة صنع في الشقة الواحدة، و50 عروة صنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني مقابلة كانت العرى بعضها لبعض.
وصنع 50 شظاظا من ذهب ووصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة فصار المسكن واحدا، وصنع شققا من شعر معزا خيمة فوق المسكن، 11 شقة صنعها، طول الشقة الواحدة 30 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا للإحدى عشرة شقة، ووصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق وحدها، وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الطرفية من الموصل الواحد، وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الموصلة الثانية، وصنع 50 شظاظا من نحاس ليصل الخيمة لتصير واحدة، وصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوقه، وصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد ذراع ونصف، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى. هكذا صنع لجميع ألواح المسكن. وصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال صنع 20 لوحا و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان، ولمؤخر المسكن نحو الغرب صنع 6 ألواح، وصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، وكانا مزدوجين من أسفل، وعلى سواء كانا مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا صنع لكلتيهما، لكلتا الزاويتين، فكانت 8 ألواح وقواعدها من فضة 16 قاعدة، قاعدتين قاعدتين تحت اللوح الواحد. وصنع عوارض من خشب الصمت 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح المسكن في المؤخر نحو الغرب، وصنع العارضة الوسطى لتنفذ في وسط الألواح من الطرف إلى الطرف، وغش الألواح بذهب، وصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وغش العوارض بذهب، وصنع الحجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنع تحائك حاذق صنعه بكروبيم، وصنع له 4 أعمدة من صمت وغشاها بذهب، رززها من ذهب، وسبك لها 4 قواعد من فضة، وصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، وأعمدته 5 ورززها، وغش رؤوسها وقضبانها بذهب، وقواعدها 5 من نحاس.